قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومسحك الرأس جميعا أفضل، لأنه بلا خلاف أكمل، وإن مسحت النصف منه أجزى، وقيل لا ورجح من الإجزاء. ومسحك الرأس جميعا أفضل. باتفاق العلماء أن مسح جميع الرأس هو الأفضل وهو الأولى وهو الأكمل، لأن صاحبه خارج من الخلاف. واختلفوا هل يصح للإنسان أن يجتزي بمسح بعض الرأس أو لا يصح له أن يجتزي بمسح بعض الرأس. وسبب الخلاف الباء الواردة في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء هل تفيد الإلصاق، إلصاق اليد بالرأس فيلزم الإنسان أن يعممه، أو تفيد التبعيض؟ والواقع أن الباء في لغة العرب حقيقة في كلا المعنيين، فهي من باب الاشتراك اللفظي، تأتي بمعنى التبعيض كما أنها تأتي بمعنى الإلصاق، والله تعالى قد استعملها في كتابه على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. إذن تكون الباء هنا من باب المشكل، فهل هي لهذا أو هي لذاك؟ لذا نلجأ إلى دليل خارجي يبين لنا هل هذه الباء للتبعيض أو هي للإنصاف. والدليل الخارجي هو حديث الإمام الربيع رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ببعض رأسه، مسح ببعض رأسه، وجاء في روايات أخرى أنه مسح بالناصية. اجتزى صلى الله عليه وسلم بمسح الناصية مقدمة الرأس. وهذا يفيدنا أن الباء المذكورة في قوله تعالى هي للتبعيض. فبسبب هذا الحديث تبين لنا الإجماع الذي كان بسبب الاشتراك في حرف الباء في كتاب الله تعالى. ومن هنا تتبين لكم أهمية اللغة الاستنباط الشرعي، ولا يمكن لإنسان أن يستنبط حكما شرعيا إلا إن كان متقنا للغة العرب على ما كانت عليه اللغة يوم تنزل الأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشرع إنما يخاطب الناس بلغاتهم التي يتحدثون بها، فمن لم يكن متقنا للغة العرب ومن كان غير عارف بسننه في التعامل بها فلا يصح له أن يستنبط الأحكام، لأن هذه الأحكام متوقفة على لغة العرب. وأنتم تنظرون من الآن ما ذكرت إلا نزرا يسيرا مما يتعلق بلغة العرب، وإلا فإن التفصيل حينما ترجعون إلى الكتب المطولة، كتب أهل العلم المطولة، تجدون هنالك تفصيلا كبيرا يتحقق في أذهانكم حينها أنه لا يجوز الاستنباط إلا لمن كان عارفا بلغة العرب وغيره لا يصح له أن يستنبط. يقول المصنف: ومسحك الرأس جميعا أفضل. هذا هو الأفضل، والظاهر أنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح جميع رأسه. والصفة التي جاءت في فعله صلى الله عليه وسلم حينما يمسح رأسه أنه كان يبل يديه كلتيهما بالماء، ثم بعد ذلك يمسح بهما معا رأسه، يبدأ من مقدمته إلى مؤخرته ثم يرجع بهما إلى المقدمة. هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى والأفضل، يقلهما ثم يمسك أول رأسه إلى آخره ثم يرجع بهما مرة أخرى. إن اجتزى بالناصية فذلك يمسيه ولا حرج، أما الأفضل والأكمل فأن يعم رأسه بالمسح، وأن يقبل بيديه، أن يدبر بيديه ويقبل بهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.